بنبدأ حلقتنا لليوم مع الموسيقى ومع موهبتين سبق وشفتون معنا بالاستوديو، جيدة وميرا الحلاق. واليوم برحب كمان بالوالدة زينة الحلاق. أهلا وسهلا فيك يا زينة. يعني جديدة أنت على الاستوديو. ميرا وجيدة من أهل البيت صاروا. اشتقتوا لي؟ هيك قد ايه؟ كثير. عم بتتابعوا البرنامج؟ ولا خلص طلعنا و لا بنتابع بنتابع دائما بالعكس. زينة سعيدة انكم مع بعض. اول شيء بس قصة التياب هيدي ملبقة ولا بالصدفة؟ لا لا الهارموني هيدا اللي موجود بالاستوديو. لا احنا جيرلي فاميلي يعني عادة هيك. طيب حابدا معك. قبل بمرة استضفناهم بالاستوديو ومتعونا وما بتتخيل قد ايه كانت ردة الفعل على مقابلتهم كثير حلوة، لهالسبب اليوم هن معنا. حبينا اليوم كمان تكوني معنا انت لنعطي كريدت لك وللوالد كمان على هالاهتمام بالموسيقى اليوم لجيدة وميرا. بدايه قد ايه ماما بتشجعكم انه اعزفوا لقوا وقت للعزف؟ دائما هي بتدعمنا، وكمان بابي، هن التنتين كثير بشجعونا وبيسمعوكم عم تعزفوا. ايه وبينتقدوا؟ ايه بيعرفوا يعني عندهم اذن موسيقيه؟ ايه طبعا عندهم. ايه. طيب زين اونستلي تعودنا يعني حتى لما بيعملوا حتى لو غلطه صغيره إذا اللي فيني اكتشفها بصراحه. وانت دارسه موسيقى؟ لا هلا انا تعلمت بيانو انا وصغيره وعزفت، بس بصراحه ما وصلت للمركز اللي هن فيه يعني ما كملت للمراكز اللي هن فيها. فانت هلا عم تحقق الحلم حلمي فيهم كمان. طيب زينة عنوان العريض لليوم حلقتنا والسؤال الابرز، اليوم بنشوف كثير برامج مواهب موجوده على الشاشات، قد ايه في فكره او قد ايه في سعي او قد ايه في قبول انه جيدة وميرا يكونوا مشتركين بهيك برامج ويفرجوا موهبتهم للعالم كله؟ اكيد بتمنى، يعني انا ما بتمنى دائما انه هالموهبه تطلع لبرا ما تضلها جوا، يعني بحب اسعد كل العالم فيها، بحب خليهم يشاركوا بالمسابقات، بحب انه هن كمان بيتحدوا نفسهم، يعني لما هن بصير عندهم تشالنج يعني اونستلي هن شاركوا بكثير مسابقات. ايه. شاركوا بكثير بس انا حفلات. مش مسابقات، هاي البرامج بالذات. بتعرفي ليه عم بسال؟ لانه هاي البرامج عليها كثير لغط، البعض بيقول انه لا هاي برامج تجاريه ما بتنفع، ولكن خلينا اليوم نكون واقعيين، قد ايه مهمه هالبرامج؟ بصراحه هي كثير مهمه، بس لحد هلا ما شفت برامج بس للعزف، عرفتي كيف؟ يعني ليتس في برامج بس فيها مواهب متعدده، ولكن اللي بيعملوه هن في يكون كثير ببرامج موجوده اليوم. طيب بنعزف. شو محضرين؟ كم مقطوعه اليوم؟ اربعه. نبلش اول وحده. يلا
كثير حلو. صورتكم وبدي اعمل تاج. شو اسمك على انستا ستوري؟ @جيدا حلاق. جيدا حلاق. @ميرا حلاق. اوكي، فكل الحابب كمان يشوف شوفهم على السوشيال ميديا، جيدا وميلا وميرا حلاق، MEERAHALLAK JEEDAHALLAK، صح؟ هلا يصير عندكم فولورز من وراي. زينة، قد ايه بيفرح قلبك وقت تشوفيهم هيك عم يعزفوا؟ حقيقة كثير، يعني كثير من جوا قلبي بيفرح، يعني بنبسط، بحس حالي كثير فخورة فيهم، دائما شايفة حالي فيهم، بحسها كثير فيمنن عزف الموسيقى فيه، كثير بيعطيهم كثير احساس حلو للبنات. حقيقة كثير بفرح، وخصوصي لما بيكونوا ناجحين مرة عن مرة. والحقيقة برنامجك كثير حلو انه معتني بهالمواهب الحلوة. اكيد نحن هيدا اساس كثير. عم تعملوا لهم حماس وعم تعملوا لهم كثير تشجيع، يعني هن بصير عندهم رغبة يتعلموا أكثر ويظهروا أكثر ويشتغلوا أكثر. حقيقة طيب، بدي قبل ما أتوجه بالأسئلة لكم، مين متطور أكثر بالعزف ولا نفس المستوى اثنيناتهم؟ يعني حدا بلش قبل حدا؟ لا اونستلي هن الاثنين تقريبا نفس الشيء. هلا هن بيعملوا ترينتي، بيجوا من لندن بيعملوا لهم اكزامز وبيعملوا لهم هيك. هلا يمكن ميرا سابقه جيدا بكلاس، لانه جيدا اجتها فتره وقفت هيك مده شوي كذا، فروحت اكزام وبعدين لا كملوا التنتين. ولكن اثنيناتهم مبدعين ورائعين. التنتين بس طيب. وصلوا لمرحله منيحه، يعني وصلوا لاخر صف تقريبا بالترنت. هلا انتم بروفيشنال صرتوا بالفايولين، صح؟ في شيء آلات معينه جديده حابين تتعلموها يعني على جانب هيدا ال هلا الآلة؟ كمان هي اقرب شيء لنا، بس نحن من بدنا كمان نوصل صوتنا لكل حدا، ف نحن والستيك تو الفاير. حتى بتفكري تتعلمي آلة تانية؟ انا يعني بس يعني لما خلص الجريدات تبعي طبعا بدي ضل مع الفايولين، بس بدي اجرب مثلا البيانو او الفلوت او هيك شيء. جربتوا شي مره تغنوا؟ لا. لا صوتكم حلو مثلا، جربتوا؟ ما جربتوا. يلا اعطيتكم ايديا، روحوا هلا على البيت وطوشوهم. طيب خبروني بشو مشتركين مثلا، مسابقات، شو بتحسوا حالكم حققتوا من اول؟ قد ايه لكم عم تتدربوا؟ 7 سنين. جيدا وميرا بهالسبع سنين شو بتحسوا انتم حالكم حققتوا انجازات مثلا؟ تقولي لي مثلا انت، قولي لي شوي وهي تقولي شوي، قولي عملنا هيك وهيك وهيك وهذا الشيء كثير كان بسطكم. نحن اشتركنا بمسابقه رياض قدسي GCC competition، شفنا معنا بالتقرير. ولحنا ربحنا جائزة، أنا 3rd place وجيدا كمان 4th place، وكثير انبسطنا لحنا لأنه حسيناها شيء يعني تغيرت كل شيء، وكثير يعني شجعنا وبدنا نكون أحسن دائما يعني. طيب جيدا اشتركتوا بمسابقة وصرتوا طالعين معي مرتين على الهواء، صح؟ قد ايه هيدا الشيء بتحسيه انه حلو بتحبي تعمليه؟ وقد ايه بتحبي مثلا توقفي على مسرح انت وميرا وصار عندنا زلزال بالاستوديو، انت وميرا وتعزفوا على مسرح مثلا هيك يكون في كل العالم تفرج عليكم؟ هلا نحن بنحب انه العالم يرقصوا باغانينا تعطوهم فرحة بلكي. ايه نعطيهم فرحة، وكمان نحن بنفخر بحالنا كثير ونتمنى انه مامي وبابي كمان يكونوا فخورين فيكم. اكيد زينة، خلينا نحكي بالاجمال، قد ايه بتشوفي اليوم المواهب ما بتبين الا اذا كان في اهل مثلكم، اذا في اهل واعيين لاهميه الموسيقى؟ الحقيقه انا كثير بدي اهل، لانه هلا هن صح بيحبوها كثير الصراحه وبينبسطوا، هن بيحبوا يتدربوا، بس احيانا مثلا كثر الدراسه ضغط الدراسه ممكن شوي ينسوا، مثلا لازم الاهل يشجعوا، لا هلا معلش لو بعرف انكم تعبتوا او هيك بس لازم تقوموا تتدربوا، لازم هيك لازم. انا مثلا دائما بشجعهم، بيقولوا لي مثلا المدرسة مامي طالبة منا، شو رأيك نلعب؟ اوف كورس تلعبوا، صاروا لعبانين على المسارح المدارس كثير، يعني اجمالا قدام العالم والجمهور كثير كسرت، يعني صاروا كثير معودين. معودين طيب. يلا قدام الكاميرا صاروا معودين كمان. لا ماشي. عندنا بعد 3 معزوفات، بدي منكم تعزفوا وحدة ودغري على السريعة نعزف اللي بعدها بنشان بلكي ما ضل عندنا وقت، اوكي؟ شو هي هيدي العزفة هلا المعزوفة؟ حنلعب لكم هي سوي. يلا الميوزك جاهزة.
الثالثة هي ثلاث دقات. لا وانا ضلني قاعدة ما ارقص. معقول كلنا حنرقص؟ يلا باذن من المخرجة. حاشبع منكم بالبرنامج، حارجع استضيفكم مره ثانيه قريبا. بدي اتشكرك جيدا، خلص وقتنا، في معزوفه رابعة على المره الجايه. اوكي شو كانت هي؟ يا انا شو مخرجه ناخذها ومنهم بريك. اوكي زينة اتشكرك كثير، وان شاء الله ثانك يو كثير لبرنامجكم الحلو اللي عن جد عم يشجعنا. لا نرجع، بدنا نرجع ناخذ المرة الجاية مع الوالد. ايه اوكي خلص. شكرا لوجودك، وان شاء الله دائما هيك تكونوا مثال انتم الاهل لغير اهل عندهم اولادهم مواهب ويمكن هن مش عم يطلعوا فيها. بصراحة بدهم تشجيع دائما. نعم جيدا وميرا تفضلوا. يا ميوزك بليز.